بهيكو حانتهاي جديدة ديهم بهيكو حانتهاي علمية أقول تيكو حانتهاي وعلم دينك هيكو حانتهاي قلمدق وحاهيكو حانتهاي جديدة ديهم بهيكو حانتهاي علمية أقول تيكو حانتهاي وعلم دينك هيكو حانتهاي
حشمته واحد كمذا هذا القرحون ألوف الحب إن لي ما ذو ما العوين ولا بسرعة ويننا أفر يتون هي بقاكم بسرعة ويننا قرآن كعدد كساء وأقول أدر دار منا أدور وأنا أدر دار مسا وأسلا أدر دار منا أدر كان وأقول أي واحد ويجي سمارد وعكم ما هذا نحل قاضي هيد قاد حلوين بعد قاضي الله هرتيز نك قاضي أم بده هرتيز أنا نك قاضي أدي أتين كاو وعالي يبوش وادد بدن تاعي قلت هذا وادد يرتاح أدي أتين كاو كواها رئيسن هدي وحلابان بدي كم على أدي كم بقولت هذا له هدي وحاجة يا أن كل ينهي كم من ورد ما قرر لنا هاي سأسوه وعوي من الدرسيك العشرة أن رسيسه لكن وحنا الدرسيك أننا أدي أتين كاو حتى أردت من الدرسيك تا حتى أردت من الدرسيك تا هرمنت بشرة من الدرسيك تا وحيارها يعني ما تدنت بودة ذكرها أين بوردة شدتك وحبرشها عفماتك يدن الدرسيك تا قبل ما يقول يساسا نسرع المركز دلت أنا سال كي وأنا هيا وحاول شرف إنه أح وإنه ولا أكثر إنه إنه هل كان تسود وينه بالعوينها قالي جاه شرفت له جلمدو إن الوصف بوضي حقك حان لا من حويني سود هو حان كلنا أيوة من حويني إني ولا أكثر أياته وحان كان سوينا وحبر وحان كان سوينا نبض وحان كان سوينا هرمين وحان كان سوينا إسلام ومد الصومال not only جلمدو كلية لكن ومد الصوماليين أردن إنا وحقنا إنا دي بهجيسين على السميس إنا روح وحقوقال على السميس كلية ددك صوماليين ما تروح يوفق على قبل 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 وحان ربنا صومالي يونيك أو من نمع أو هر مرلة أو إسراع على أيام الدورين ولا ليال هذا الوقت هو السوي رأيي وارجلمدو وقلمدو غرط معي عانتي في الحوينة عن كهر حاكي ما عانتي لقلمدو إيا طوال الله دحي معي عانتي لقل الله دحي سوما لي وقتي قلقنا قلمدو إيا طوال الله دحي وقل الله دحي قلمدو معنا مركب السكوك هو قلمدو وحاوية هنا حانتي مركب تفاصيل قبل اليوم اللي درد سوما لي يوحب قامية باشي كسو في الحجرية نينك استو عدالة صاحبة ينينك استو عدل صاحبة ينينك استو ليدر شيب ومعقولة وأمد الصوماليات هجامية قولة ده حكا سوف الحجرين عفل الصومالي قولوها الله قاموس عفل الصومالي قولوها الله قرنان جرين وحو كيمان جرين وحاوية قولة ده حكا عفل الله قاح الله وقاموس الصومالي وحكا كيسا ما دام قاموس دي وانلين هاي وقول كيبن وكسو بحي dadka goolka hoggaamin jirana ana hanjirey waxa leeyahay dadka gobolada dhexo oo galmudugo Soomaali maanta idinka la haray maadaama hoggaamin jirteen buugii qamuskiina alaabunteen qamuskii alaabunteen iyo hoggaaminteena alaabunteen waxa leenahay galmudug habidoodo horeen waxaan salaamayaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Cabdikariim Xuseen Guule xildhibaanka federaalka Soomaaliya xildhibaanka galmudug هذا البدن هل كان كم بنانا ما أنتي هو حلينا من الدنيا سودو أنا لو كوه الله يا أخت الدنيا سعبيت قلمدو وحنو ما دعينا يا ورياشة الهولو هذا وتجيبوا كل سوق قبلين يعني نقل سوق كل حفلة دان سدوا كل وحنو ما دعينا يا الرضا اللي يرضى قلمدو يو وحنو ما دعينا يا الدنيا جالية إست أفريقيا إن عدد وما سنتهم وأنا سلامتي لما madaxweynaha galmudug waa soo dhaweynayna soo dhaweyn kaliya laab ah oo dhimashada uu noo yimidna aad iyo aad baan ugu faraxsanahay wixii intii yarayd oo dowladdiisa jirtay uu qabteena waa ugu mahadinaynaa wixii ka dhimana dee waxaan leenahay ilaahan ku baryaynaa allaha ku kaamilo إلهي بانكو مريم وحان
leeyahay madaxweynaha iyo dowladda federaalka ragga ka jooga oo ka tagay wasiirada ah ama xildhibaanada ah ayagana sidoo kale waa u mahad celinayaa oo soo dhawaadaan inlan dadka ku nool oo ka socda gobolka dowlad goboleedka galmudug oo meeshaan iskugu imaaday haddee hadal ahaan buuxsho waxaa lainka rabaa idinkana taageera iyo soo dhoweyn iyo sidaad meeshaan aad ugu kulanteen waxtarkeeda dowladda waxay dowlad ku tahay dadkeeda waxaa laydinka rabaa inaad dowladda taageertaan oo garab istaagtaan horta hadda ka hor baan madaxweynaha anagu waxaan nahay meeshaan ka soo jeedna hadalkayga iyo maduuqaygaad ka dareemaysaan horaan u taageernay laakiin taageeradu waxay timaadaa marka layska dhashado oo runta la aado way dhashaa cabdikariim markaa la doortay nimbaa la tartamay dee xaasidnimo mahane waa ku taageernay ninkii buu ka qaaday waana taageernay waa gartay waxaan leeyahay marka intaa sacab la tumo la garaaco oo hebel hebel la yidhaah waxba tari mayso cabdikariim waa dhaartay wuxuuna u dhaartay galmudug isteeg iyo degmooyinkeeda iyo shacabkeeda inuu wax u qabto waxaan ku taageeraynaa inuu intaa wax u qabto hadduusan wax u qaban dee adeer sijaaran mayna haysaka iyo daayana leenahay mudane cabdikariim xuseen guuleed oon leenahay madaxweyne soo dhowow wixii ammaan iyo wixii saraan iyo wixii lagu yidhi oo dadkaan la qabaa waxaanse leeyahay ammaantaada iyo waxaaga dabka waxaan sugaynaa waxqabadkaaga markaan aragno maanta ma noqon doonto galmudug madaxweynahoodu waa ku soo laalaaba doonaa kiya waa jaariyad aad u ballaaran waa jaariyad wax badan laga filayo oo waxqabad badan iyo investimenti badan laga filayo sida ay u maalgeliyeen insha allah dalkan ayaan rajaynaynaa inay galmudugna u maalgeliyaan reer galmudug soo dhawayntiina waa ku mahadsantihiin sidaad madaxweynihiina u soo dhawayseen ayaa waxaa laydinkaga rabaa inaad la shaqaysaan oo garab istaagtaan aniga waxaa ii khaas ah waxaan ogahay cabdikariim xuseen guuleed waa saaxiibkay waan inaan isla soo shaqaynay waan inaan dareer wadaag noqonay wax soddon sano ka badan ayaan isnaqaanaa dadnimadiisa iyo ikhlaaskiisa wanaagsan sida aan ogahay ku ammaani maayo waa nin qiimo badan laakiin soomaali ayuu ka dhashay waa celinyeen ayuu leeyahay maxaa yeele nin raga waxaa la yidhi waa inuu raga dambeeya nin raga waxaa ah ninka rag kale ka dambeeyo reer galmudug hadday garab istaagaan ayuu cabdikariim rag noqon karaa oo wax qabsan karaa oo maaragtay dadka iyo dalka iyo deegaanka intaba hormari karaa kiya waxaan rabaa inaan hal muqdo ka hadlo cabdikariim xuseen guuleed anta aan ka aqaano runtii xildhibaanadii baarlamaanka federaalka ayaan ka mid ahaa runtii waxaan ku xasuustaa nin oo ballan leh bani aadamkana halka qodob laga qaataa ballanka islaamka ballan waayo marka sidaas dar telefishinkiisi oo ujeedooyinkiisa haddii garab lagu siiyo waxaan aaminsanahay inuu galmudug keliya maaha soomaaliya uu ka filan yahay runtii meeshani caawa waa nala hadasheen annagana waa nala hadlaynaa runtii maamulkan hal sano qaatay dhismihiisa waa la socotaan aadaana loogu farxay dal iyo dibadba soomaalida joogta mida kale galmudug haddaan yidhaahdo yaan la ii malayn inaan ka hadlayo xaafad soomaaliya ka mida yaan la ii malayn inaan ka hadlayo galmudug qof kastoo joog soomaaliya dhan baa ku kulasan qof kastoo galmudug joogaa waa aabbe ama waa hooyo ama waa ayeeyo ama waa eeddo ama waa habaryar ama waa seedi ama waa sodog soomaaliya dhan buu yahay soomaalida dhan buu yahay dha marka galmudug waxaad ogaanaysaa in lagu wada kulansan yahay waxaan marka hore idin soo gudbinayaa salaam qiimo badan maadaama horta waxaan qirayaa oo madaxweynaha aan hortiisa caawa ka cadaynayaa
جاليه الرير قلودك او اه جاليه دي هو رئيسي سيدي اللي مقعبان صوب اغضي ان صورك اعكا هايستي اي تلمانتي سي او موجيه اي نغريان داد قلبية وناكسن داد دمير كولو اعدو سرعيو داد اي كمو قطو فري فرعوني يدريان دوا واي دونيان داد كولا أما الدجاج كولا أي أصلهان كي ما دين الرجال قل مدوك إنا هي صحة حقيقية أنا كعن وجه استاذ وقرا يا حوا والعاجز وقت بلن بالفردي لكن لغة الدقيقة لو واحد ما كنت سهل هذا يقول ديري ما كنت سنا يا دقيقة معناها إن وحن سكارة ما حد بلاره بمشيدنا يا وقت تاليه دي سيده قيمها لو هي هوش او قوتي حدنا وحن روا ان سي غاره او حسو جاريد انو ما دام جاريد ان كميدا وحايدين باهم ركي باهي واسو يدين باهي كلمه ايدين كاو با حدا حد ادم بيتشكا من باصي مليند خوبيه بيتشي على غير بيتشي الهور بيتشي أنا جبت أمريكا تشوي واحد جدنا فلوريدا بيتش فلوريدا بيتش واحد تاجن لما كنا شغالة وساعات كاستحاقة سقشك حاجة لكن واحد صار كي حلو أم بيتش كده اللحاء معناه بيتش عن لحاقين أصيب نجرالة نظيف سكع تبي عن الكرابس كيو أرجوستو يعمل كذي لابستر كي أرجوستو يا لابستر كي دوت بس عز عطلة وصارك السودوينيا أدم السودوينيا عبد الكريم حسين دوليت يوفتي سما عبد الكريم أريو حانس فارني لو كن يلحدي وقتي إسلامي كوتسك محكمه رنتي اصغر ايو الحبينها حسن الشيخ محمود يونين قالها وقاد ان شاء الله حدنا مرحوم هو الهي هارون حريستي قعد عدو كل انتي اولا عبدون وقال لك امس فرقي هورن برلمان كجر اوضا من اجل ولا امس كجر بقى امس هاد ايو فارح عبد القادر وهي هي رمتي نيمان الصومالي او اريقا سخاص اولي عد كانوا اي عجب قريسا انا اركن اي عجب قريبا هاي ما هذا وحنا الكي أجيكو هيرينو كذي صعب ميرو كذي وحنا الكي أنا سبق الله خبا وقت سوماليا أو وقت حن مريسو أو بربركي وسيان عادي هاي أدعي أيا وحي أيا وضم يراء كنت لجلن إن جيلك السومالي ذا أو سوك عيو سوك عيو سوك ريو أي فرصة دقالي أهيد أو تعليم تينا السيام وحيقوا ريتشين دور يرتبط سكول وإياك مركي هذا هيد أي قعدتك وهيين أو أرضي سكول كستا هو بركود أنكو قياسة إلا يكون يشم غل إلي ديغان هيين أي إياك أي قعدتك وهيين جامعة السيمة أنك قعدتك وهيين وإياك أساسي إياك باللابي إياك هيد كسو جارسي مركز الصومالي ملاحظة هذه إيو قبل ياشي إيو سياسينتي أو نبا يكون ترتمهين ميل بربورسان يا حكومة دونا أياجا وح يكون ترتمهين وردت كان هوسي قلن يردي هي عبورتي سين أمد بادينا هدو مركز اللي هلا حسلوري هي دولة صوب بحضو جيلان كان سفايا لوس جنريشن صنوني هذا هو وليس يرانس وليس سني
ويشاغي إلا يكونتون يدور كون مكاي أو يرتاي أو أرضي إلي كسو بحلو كفاية الاستين فرصدي يبرغي يغاي باللابين إلا يلح كون أي جامعة دي سنة دي كقرن تبيين معانا اللابية تون سكول وسكول كميد دي مركي متو الله صوق أرضي إلا كون يشامق غلو أرضي كسو تخرجين حتى اللي بوتي أيو ماشي عام يغشي ومبدأ دي علم لاذا هاي وعقون لاذا هاي We survive greatness. That community, that society can survive. Nemaka Yehuda Ladaha pogroms ayal lusementri wala lanchri wala hasuki chile umad Nemaka Christian Kayuaki chile Nabi Isaine a marati a the firen Egan a Christian Hayan Maka Europe Kordan wala lanchri Meshikili Himaki Hilichere Hayodak Islam. لكن وحيابيه اي كاقاتين دين تورات سمعت يهودنا تورات تورات اي كاقاتين وحاكمي ده تعليمتا تعليمتي ايا وحي انما دكي اي جارسي سيمانتا ايقو يهودا ادوك كنو الارنب اللي ما تنمي ليكري ايت هاي سكانك ادوك ادوك كنو الارنب اللي 7 بليون ايهين That 20 million controls in excess of 50% of the economy of the world. But can you have the hero? But both can be a one year where you was got a man on top, what the Haggad, they don't know also the Hidora. I think in a Hawaiian, in Tas or Kun also, a Yego Madhalis Garai, Hadda Wahi, Kukas Ben, Marbogos and Electro through the Balfour Declaration in Dalki, Palestine, Lokap, Yego, Hogi, Lokap, Aymarak, Yeg Anto the Luigi. تاريخ المكان اللي يشي كي مركي اللي هو ريتشيلي من بروفيسور اها وجامعة مانشستر يونيفرستي كبر ايوه ايا وحصو صاري an explosion a form of explosion وح قرح ايوه وضدك الضيالك اللي هو قل ايوه وبوتا ايوه ايوه كاميكول ما يعمل يستلع هذا ايوه مدى علينا مركي وتوسي انجريز كعيدا كيس ورن كان هذا الاستعماشان you can win the war against the Germans here on condition on condition و زالزم كنغو او غلطا مسكح رودي بيكدين مسكح رودي بيكدين قالين اينشتين هو يهود نيكا قنبل الدنيا سوصاري مكا امت هدي مسكح دا اي كتن سنتهاي انت تبغلو صنو الله دونا هدي دونا هلا حمير لكن هكا دا ايقا قالي مقود دونا هدا ما انت كنتو صنو هرتين نيكا يهود او مريكا كتام عدها اي بالليكا كلي لكن إلى رينشري أو المدام تكرر المستمعين شري أو أنا يعني أكسونا كارش تعال أخي هي جا معمولة all the Ivy League universities in the US يعني عن كوه مهما تاني سؤال حبيبي خير الله كسيه هو شيء عبد الله ودي سوماليا أو بربورسن هم نقطة هالبولها هذا ما مكاره سومالي تيرانا ويوبا هانتاي تيرانا ويوبا هانتاي مسكح ذا ما تيجيني كده مسكح كسر رئيس واحد عادي كان عدوا يا ركتر ما كسر بحي ملتري وأنا هاي وحاسو كلام شقينا سوحتي هذا اللي شوف علمي رسمي هاي شقينا يا أم بالكره هذين علمي يا ترى أن كره هذين هذين أن كهلنا الآن هلنا دي بكسر ما رسم الله حن الله هكذا هكذا وانكفر هاي هذه يد ما ممكن سياسي يو حسن الشيخ محمود يا رجل لما يتكع فار عبد القادر يا عمر كي وراني سلا سعوني ادس كل سعوني هون صاحبان هم هو مركي حتى ما عرفتي ترتك هي قال هي كل انس سلا سعوني ونسكي ولا هيني وحان سلاين هاي انت قابيان بحق قابياني حدا لكن ما مرضن قبل هذا قبل حتى عن سلاي هاي سبدل بمن باك اي ما عندنا وحاويا قبل كنجل مذوك كليا شخصية ديسان انا قي انتي عن كبرتي خوي بيتو سنة نسمقانا هات ما يعني سيال سنة نسمقانا وحان سلايا هي وانا قي نبوك يا ريدونا الهي نوال الله بريدونا انا قي نوال الله بريدونا لبا احبوت وحان لايا هي قل مذوك يددك كسودا وأنا أعلم أنني
وعن لاجا هاي قلمه شعب كيهن يا مدح دولة أما الدولة قلمه وحوصي هجو قانو أما التصر التدرالك هجو قانو وحال لقربا إلا يسن مدحوين عبد الكريم وحبك السجود مدحوين عبد الكريم أذيك عاوم يسين أذيك عصور يسين دلك أذيك كشقين يسين عنشورات أذيك بحل يسين تبرعات أذيك زمين يسين قال ملوك أذيك على يدي كربعين عبد الكريم مارك يال عبد الكريم مدحوين عبد الكريم إنت اللي قصوا وروا ساقي الفائدة ملل على بين كل جينا يا مركز ولا ساقتين وأنا وجود madaxweynaha maamulka galmudug xildhibaanada odayaasha wasiirada galmudug iyo xildhibaanada galmudug odayaasha kala duwan iyo culimadiinka dhalinyarada fanaaniinta wariyaasha si gaar ah waxaan u salaamo gabdhaha reer galmudug waxaa uu raggii hadla aysa salaamin gabdhaha reer galmudug waxaa la idinkana salaamintiin runtii wixii dhihi lahaa waa la yidhi runtii wixii horeysay ayaa fadi oo sheegtay waan hadda ii haray oo aan sheegay meesha hoosan harin kusoo badiyaysan jirin runtii dowladda dhexe mas-uuliyadeeda ka saarnayd galmudug qaybtii koowaad waxay fudato ahayd in shacabka galmudug ay u dhisto maamul maamulkiina waxaa kasoo baxay runtii maamulkan hogaaminaya madaxweyne cabdikariim xuseen guuleed shacabka reer galmudug meel kastuu joogana waxaa laga rabaa runtii waa garab istaag iyo shacabkaas inay maaragtay maamulkaas inuu istaago inay qaybtooda ka qaataan dowladda dhexana waxay ula diyaar u tahay runtii siyaasad ahaan iyo dhaqaal ahaanba inay garab istaagto dowladda galmudug iyo waxaana laga rabaa madaxweynahana runtii inuu dib heshiisiin iyo horumarin iyo xoreynta meelaha laga haysto runtii galmudug inuu maaragtay dib loogu soo celiyo gacantii wad soomaaliyeed maxaa yeelay shabaab waa cadowga soomaaliyeed waa runtii cadowga galmudug soomaaliyeed waxaa laga rabaa waxa waya dowladdu hogaaminaya madaxweynaha cabdikariim xuseen guuleed runtii inuu shabaabka ka ciribtiro maamulkiisa deegaanka hoostago dib heshiisiinna inuu gacan ka geysto runtii inta dhimaan uu dhamaystiro dowladda dhexana diyaar u tahay runtii inay kaqeyb qaadato inta dhimaan inay gacan ka siiso hil iyo goorna waa la garab taaganahay shacabkana waa muuqataa waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala sanadkan sanadkiisa kale galmudug inay dhaqaaqdo meel fiican ay tagto sida aan ka sugayno dowladda jubbaland iyo maamul goboleedka jubbaland iyo kabuuntland iyo ka koonfur galbeed iyo mid kaada dhalanayo shabaab dhexe iyo hiiraan inay inta gacan kadibna isku nimaadno soomaaliya midana halkaan ka helno kadibna u dhaqaaqo runtii ninimadeenna iyo soomaalinimadeenna soo celinno guulaan rajaynayaa soomaaliya waxaa leena ha noolaato asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wasiirada federaalka xildhibaanada federaalka wasiirada galmudug xildhibaanada galmudug marti sharafta kala duwan ee jaaliyadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan jaaliyadda galmudug ee ku nool dalka kiya hadday ahaan lahaayeen salaadiin aqoonyahan odayaal dhallinyaro gabdho dhammaantiin fanaaniin wariyeyaal dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaadta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan ka bacdi waxaa sharaf weyn ii ah inaan caawa idinkaga soo qayb galo munaasabaddan iyo xafladdan ballaaran oo aad ku weynaynaysaan guud ahaan dalkiinnii soomaaliyeed gaar ahaan dowladdiinnii iyo maamulkiinnii galmudug marka madaxweynaha galmudug aad soo dhaweynaysaan ma filaya inaad shaksinimadiisa usoo dhaweynaysaan ee waxa aad weynaynaysaan waa maamulkiinnii iyo dowladdiinnii galmudug waxa aad weynaynaysaan waa dalkiinnii soomaaliyeed oo galmudug ay qayb ka tahay waxaan rabaa inaan idiin sheego haddaan dalka soomaaliyeed uusan hagaagin haddaysan soomaaliya cagaheed isu taagin haddaysan soomaali toosin maamul keligii toosi kara ma jiro annagu haddaan nahay galmudug maamul ahaan iyo shacab ahaanba waxaan ka tirsannahay dalweynaha soomaaliyeed waxaan ka tirsannahay qaranka soomaaliyeed waxaan aaminsannahay inaan qayb kannahay qarankaa soomaaliyeed waajibna uu naga saaran yahay sidii qaranka soomaaliyeed oo hore ugusii dhaqaaqi lahaa horena ugusii socon lahaa sidaa daraaddeed waxaan rabaa jaaliyadda galmudug ee magaalada nairobi ama dalka kenya
سيدي لو يقاني دادك ريقل ومال كستي جوغان إن ودنني مدى صومالية قانو جعيل كصومالية ورورين تأي مدين تصومالية كارين في فرعون اي كاقاتان كان مغضان أستانا إلي نقطو صومالي نمو صومالي نمو صومالي نمو صومالي نمو أيام الدردة صومالي نمو هذا كدب أيام قلم دونا أفتر سيكتا واسلاس لكن قلم مني كليل صومالي أيا كوين قلم دو صومالي نمو هذا مركا أموه الرئيسو قلم دو نمو هذا نوحي تبكا كدب إن شاء الله تعالى وعن ربا إنا أمها العديو دمان دادك سوق مقابي مناسبة دان آديات أبلارا وفرصة دي داد كان قيمة حبدا إنا قابلو إنا أركو إنا الله حبلو إنا نغيستو آديات أمها سنتهين وحاكم أمها سنتهين إنتي هذا الشيء إيه إنتي آن حلينو إنتي هذا الشيء أو هذا الشيء هذا الله قيمة حبدنا وحاكم كسو جيدين أو بدنا دردارن يرجلين إمامك يعني قبل نلا دردارن يجين لنا يرجلين يجين لكن وحنا كربنا أرنتين يوصل دردارن كذي كو إكانني دردارك وحك له المقدار دردارك له المقدار دردارك له المقدار وحقبت دردارك له المقدار في الفرعوني دردارك له المقدار واحد تعكسي بدن أنا مصدر مركع أنت عليه معني إذا ما هذا قاله وح قبض كل اللي كسوه يا دقالة كل يوم معها دقالة وكم بويا وانا كبل عليها تاجر هذا مارلك تاجر هذا مركز ما مكلين كل تاجن تين أيا دقالة هكوي دقالة وياي بنا وحوي وقريب هذا معها مركا ألي هذا دم هسنتين تاجر هذا صنوع مجلس هنتي وحنا نقد دون تاع أرين ليلة جلسة وإنا نهروسي سعنا وحقبضنا عن كتلة أبسطنا ليلة جلسة أي نقد دون تاع هذا أنت أربع حو أرنت المهد عدنتا وحان ربنا ويقبحن جر أو كوبر إذا كسيو قود أهان دالكي صوماليا قار أهان ما ملكيني قرمدو إنا مربحن كوبر إذا كسيو مدى دالكا أهل أولير عمايو قيب مبلو في عن ولا شيء حل إبانة مريان أيابا كهر شيء ورمتي نقل الجيسي وقيبت الدستور سياسة دكو سابسا وحنا رأينا هوسك كحرقه دلك سوماليا وسحبه وودن مربو كسو بحية وودن لب هذا كسو كمانية لكن حقيقة دلك إنه خروج صعد دلك ما نبى ما أنت كذا بس إنه سيد قاعد يو إنه خرمر كسي تلابسنا يو وسح وحياه بدن إلا قبط أيه لما قبل لكن أنا وهذا نهدي دلك سوماليا مر وربا waxaan caada ka dhiganay inaan wax wanaagsan aanan aad u sheegin oo waxa uu xogaa dhaliisha kaliya aan sheegin dhaliisha la sheego waa loo baahan yahay laakiin wax wanaagsan la tilmaamo la sheegin waa loo baahan yahay dalku dhinac dhaqaale dhinac siyaasad dhinac amni intaba runtii horumar la taaban karo ayaa jira waxa dhimana waxaan rajaynayaa in uu sii dhameystirmi doono marka waxaan laga rabaa وحي وناسنا إن أنت المامنو وحي دليله جري وحي قابس وجرنا إن أنفرت كوفي غنوة المامنة اللي ترى مكا دلكيني وسوي هجاجيا وسوي وناسنانيا دمان تين وحنا هاي والد والد كوا عرفت عن جمك بوشان يا أما وجرولو يا هل مر عفمات مهرو ستة ترتيب وعفمات كسويرة مكا دلكو وعن جاز جرني وبوشان كوا هكذا عفمات كيس أمالين ما يهل مالين إنه هني كرو si maana ma meel buu soo yeelaya laakiin if faalaha iyo timamaha noo muuqdo dhan inuu soo hagaagayo ay runtii ayna tusaysa hadan tan guudo dalka inta ugu gudbo waxaan ugu gudbi lahaa dhinaca galmudug sida ogtihiin maamulka galmudug waa maamul urdun ah waa dowlad goboleedkii ugu dambeysay ee dalka laga dhiso cumrigaagu 5 bilood iyo maalmo ayuu jiraa شان بلادي مامو مركل أوفيري عمر مامو وترى آدي وياه ووقت آدي وياه هنتي مددس أيضا وحن آدي آدي ومشكورني إلى حدنا أن وحكي قبلني أرمهن صوص عرض وحوله ريا أنت حاجة أمني وحالي النبى وحالي اللي غفر العرض ومن السلكة وتالي مننا إيشة
ayaa waxa la intee laga siibaa marka shirwarta salka laga siibaa aan fariisteen macnaheedu waxay tahay xasilooni haddaan la yiri horumar iyo nabad iyo wanaag midna ma iman karo midna la heli karo saa daraaddeed bariyoritiga koowaad ee guud ahaan soomaaliya oo dhan gaar ahaanna galmudug waa in la helaa amni waa in qofka muwaadinka ah uu dareemaa inuu naftiisa aamin u yahay inuu xoolihiisa aamin yihiin inuu gurigiisa iyo goodigiisa iyo sharaftiisa iyo cirdigiisa intaba ay aamin yihiin wax khatara iyo wax tahdiida midna aysan saarnayn arrimaha amniga howlaha runtii aan ka qabannay dhowr qayb ayay isugu jireen waxaa u horreeya ciidamadii kala duwnaa iyo maleeshiyaadkii kala duwnaa ee deegaanka joogay bal inaan ururino isku dhafno aan ka soo saarno ilaa xad ciidan maamulka galmudug uu leeyahay oo ka amar qaada howshaas ayadaa waa bilownay welise nooma dhammaanin maxaa yeele waa howl aad iyo aad u baaxad weyn dhaqaalo badan u baahan aqoon badan u baahan juhdi badan u baahan keligeen aan ku filnayn nooma baahan inaan dowladda dhexe iyo caalamkaba aan la kaashano laakiin meel fiican ayay noo maraysaa waxaan kaloo runtii iyadana aad iyo aad isugu daynay inaan hay-adihii kala duwnaa ee amniga sidii booliskii daraawiishtii nabadsugudii inaan dib u dhis aan ku sameyno si ay u noqdaan hay-ado wax qaban kara amnigana gacanta ku dhigi kara howshaas iyadana waa bilownay haddii howl maalin iyo labo qabsoomi karta maahee waa howl inta maamulka uu jiraba u baahan inay la sii socoto sidaas si la mid ah annagoo hay-adihii dhisayna ciidankii dhisayna ciidanka ururayna waxaan gacanta kale kula dirirnay ama kula dirinaynaa sharwadayaasha al-shabaab oo raba inay galmudug inta ay haystaan maaha inta kalena ku darsadaan insha allahu tacaala annagoo kaashanayna shacabkeenna annagoo kaashanayna dowladdeenna dhexe ee federaalka ah annagoo kaashanayna cid kasta oo kaalmada siin karta waxay ciidamada galmudug ku guulaysteen inay deegaano ka mida galmudug ka xorayaan waxaana noo qorshaysan magaalooyinka iyo tuulooyinka iyo deegaanada ay ka hay ay gacanta weli gacantooda ku sii haray sidaan uga xoran lahayn waqtiga ugu sokeeyo ugu dhow ayaa noo qorshaysan sidaad ogtihiin waxay ilaa hadda gacanta ku hayaan saddex magaalo oo magaalooyinka waaweyn ee galmudug ka mid a sida xarardheere sida ceeldheer sida galhareeri saddexdaas magaalo laakiin shacabka reer galmudug ooba bayneyjar u ah kulligood ciidan oo hadda in la ciidamayo baan u baahnayn bayneyjar u ah dad geesiyaala iyo dowladdooda waxaan aad iyo aad u rajaynayaa muddo dhow inay ka guulaysan doonaan gacantoodana ka bixin doonaan deegaankaas iyo deegaanadaas ay gacanta ku hayaan waxaan kugu bishaaraynayaa wiil ka soo baxa maahana wiil ku biira ma jiro shabaab maanta shabaab waxa ay yihiin waa la ogaaday inaysan diin wadin waa la ogaaday inaysan dal u danaynayn waa la ogaaday inay ummaddaani musiibo iyo dhibaato loo soo diray ay yihiin waa la ogaaday sidaa daraaddeed wiil ka soo laabta ma aha wiil ku biiraahay ma jiro shacabkii iyo ummaddoo dhanna way ogaadeen aad iyo aad umahadsantihiin arrinta amniga waxaa iyadana dhinac socda oo haddaan la helin aan amni iyo xasilooni la helaynin waa arrinta dib u heshiisiinta sidaad ogtihiin shacabkanaga guud ahaan soomaaliya gaar ahaan reer galmudug muddadii dagaalada sokeeya ay dalka ka jireen runtii dagaaladaasi waxay reebeen dhaawac abuuray in kalsoonidii dadka ka dhexaysay ee dhaawacdo oo meesha ka baxdo amaba haddaysan meesha ka bixin ay runtii jug aad u weyn iyo dhibaato aad u weyn isoo gaarto sidaa daraaddeed si dadku ay u noqdaan dad walaalo ah dad isku soo hirooba dad wax wada yeesha dad is-aamina dad isku kalsoonaada waxaan runtii xoogga saarnay rabnaana muddada dhow inaan aad iyo aad xoog u sii saarno inaan dhinaca dib u heshiisiinta aan aad iyo aad uga shaqeyno dib u heshiisiintaas aan ka shaqaynaynay waxna aan ka bilaabanay waxay u qaybsantaa laba dhinac midi waa dib u heshiisiin bulsho oo deegaanadii dagaalada sokeeya ay sababeen in lagu kala qaxo lagu kala tagay dadkii kala idhoobay dadkii kala qobqobnaa inaan dib isugu soo celin alxamdulilaahi soomaaliya hadda maanta colaad qabiilo weyn kama jirto
dadku qabyaaladda iyo qabiilku waxay yihiin way arkeen dadku hadda colaad aad u weyn kama dhexaysa laakiin waxa yarka oho raadka oho sii haray inaan baabi'in magaalooyin waxaa jira dagaaladii sokeeyey sababto dadkii ehelka ahaa oo walaalka ahaa oo deriska ahaa oo xigtada ahaa oo xilaalada ahaa ee runtii maanta aysan wada joogin wada deganayn sidii magaalooyinkaasi dadka dib laisugu soo celin lahaa loo walaalayn lahaa darisnimadoodii iyo ehelnimadoodii iyo saydinimadoodii iyo xilinimadoodii iyo xigaalnimadoodii loo soo celin lahaa ayaa runtii howlaha ugu weyn oo hadda aan wax ka bilownay aan rabnan inaan dhammaystirno ayadana ka mid ah dib u heshiisiinta kale oo aada iyo aada muhiim ku ah waxay tahay waa dib u heshiisiinta siyaasadeed oo dhinaca siyaasadda ah oo ayadana laba qaybood usii qaybsata mid waxay tahay waxaan dib u heshiisiin la wadnaa aanan rajaynaynaa muddo dhow inay noo dhammaato ururka culimaamudiinka ahlusunna waljamaaca culimaamudiinka ahlusunna waljamaaca annaga maamulka galmud haddaan nahay waxaan u aragnaa inay culimmadeenna yihiin inay dad sharfoon yihiin in dad diinta islaamka ee soo jireenka ah ummadda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed dadkii sababtu u ahaa in dalkan ay ka jirto muddada dheer inay dadkan diintooda u xifdiyaan diintana soo gaarsiiyaan fidiyaanna diinta inay sabab u ahaayeen sidaasi la mid ah waxaan kaloo u aragnaa in muddadii 89 sano aheed lasoo dhaafay nimankii sharwadayaasha ahaa al-shabaab dadkii deegaanada galmudug ka difaacin ahaayeen oo horseedka u ahaa difaaca ayagoo ku waayay naf iyo maal aada iyo aada u tiro badan waa ugu mahadcelinaynaa qiimeyntaas iyo qadarintaasna waa u haynaa haddaan nahay maamulka galmudug laakiin waxaan rabnaa inaan culimaamudiinka ahlusunna waljamaaca u sheegno haddii xoogga culimaamudiinka ahlusunna iyo xoogga galmudug aan isu geyn oo aysan meel ka soo wada jeysan kala qaybsanaantanada waxaa ka faa'idaysanaya cadowga annaga ee al-shabaab ay waxaan aaminsannahay inay yihiin xubin firfircoon oo wax nagala maqan waxaan aaminsannahay inay yihiin xubin firfircoon oo wax nagu soo biirin karta waa u baahannahay waxaan diyaar u nahay wax kasta oo tanaasul ah oo suurtagal ah inaan u samayno si walaalaheed farqiga yarka ah iyo wax yarka oo noo dhexeeya meesha uga baxo maamulkuna uu ugu u suuragasho inuu xaruntiisii iyo caasimadiisii uu samarayn ahayd uu tago waxaan rabaa inaan ugu bishaareeyo wadahadalladaas inay meel fiican marayaan inay mar dhow insha allahu tacaala ay ka bilaaban doonaan magaalada uusumareed laftirkeeda ay ka bilaaban doonaan oo dalkanagi iyo deegaankanagi iyo caasimadanada ku wada hadli doono waxaana rajaynayaa in sida ugu dhaqsaha badan arrintaas iyada aan ku guulaysan doono farqigaas iyo duldureelkaas yar ee noo dhexeeyana uu meesha ka bixi doono halkaasna intii reer galmudug intii soomaali jecel oo dhowna ay ku farxi doonto ayaan rajaynayaa sidaasi la mid ah dib u heshiisiinta siyaasadeed oo aan iyadana wadnay haddana aan wadi doono waxay tahay walaalaheen iyo deriskanaga maamulka puntland oo xoogaa dulduleen iyo xoogaa yaroo farqi ah iyo xoogaa yaroo kale arduwanaasho ah ay noo dhexayso sidii aan isfahan iyo walaalnimo iyo derisnimo iyo iskaashi aan ugu bedeli lahay khilaafkaas isaga ah waxaa ayaa darro ah in dagaal iyo gacan ka hadal aan u malaynayo cid ku talagashay labadeennaba inaysan jirin inuu muddo bil ka hor dhacay magaalada gaalgacay ka dhacay waxaan mahadsan in alle intay ka qayb gashay colaadaas iyo dhibaatadaas daminteeda iyo joojinteeda hadday ahaan lahayd dowladda federaalka maamul goboleedee kale dalka soomaaliya ka jiray iyo mas-uuliinta labada maamul oo intoodaba runtii ku dadaalay colaadaas iyo dagaalkaas in afka laga qabto maxaa yihi balaayo waxaa layidhi af la qabtay leedahay maxaa layidhi daba la qabto malaha dagaalkii gaalkacyo inkastuu dagaal ahaa oo dhib ahaa oo shar ahaa oo shiddo ahaa laakiin haddana halshaya laga faa'iday waxaa laga faa'iday dadka soomaaliyeed inay meel kastay joogaanba dhib hadduu taabto inay dad isku soo gurman karaan oo karaan kismaayo
بيدبو مقدشو حتى وحنوت من ذهري نوت من قال كعيب علماء تبليغ هجيسة لقى صدر حتى ولو يبالي أو سمعنا أنت حتى واقع سنة يري كسوف ربع صدر يري ولا عليه نزدلي ولا عليه نزدلي كتير جميل هاسم أنت وحنا تستي وأنا نفتر كنا هذان هريجل مدير بطلان أنا تستي سومالي إنه يقولي نوشاي سومالي دوب إنه سنتيب كنا جدري وأنا كنا إنه ربع ولا على ماذا نبي إنه ربع هشيس كنا إنه ربع هي أنا تستي ومعنو آدي آد وأنا أحسن أو أنت أسكت ما يسنتي وحن رجينا يا هشيس كي حب جوجيني عن قال كعيب وسجعني إن دميسير كيسي دوان وعدون أنا قلت لك أن هذا الرجل وحن ديالنا هاي وحكا ستوص وتقاله ويسفهمه ولا لما أو إسكاشي ودريسوناك إنا ولا عليه ما يرمو هيا ديالنا هاي وحن سيدا سلم بذكر الجين إنا ولا عليه هاي إنتاس ديال اللي يهيد إنتاس نهدان إن عديد ويشتسين تكيرا هذا وحن كالو هنتي مدد اللي صورها فأيضا الآل أمو مشكو سرين لنا عمام سمينت المعمولك على رغم بسي أم باهيو أم قرسينا تماما قلوا لي قوهدين دقما والبا يتولى والبا سيدان معمول كحيرا كان عمر قاعدة معمولك دقما على هذا حرمت حد قطعه ملقات يعني سيد الله والسلاح وحن الله هذا تقول يسيدنا إلا شن دقما أنا معمولك ملقات أنا كسماني إن المعمولك يقول كمدو المقعون دعموا إنك على تنا وحن تجينا إن أن كل ما يصير ما نقوله اسمه الجات يا معاود لكن كجمل ها وحماس يا صدى إن دك مملود أي إصوات دورتان ودعموا البلاص ما يكمل صلاة وكمل صلاة دك أي دورتان سي ما ملقوه إنه هذا ما مل دك أي إليه هذه فدراليزم قوها هذه فدراليزم قوها أود الروسان الدولة ده حق عندي الكوجت إن خاص روس الدجيو ولا باهيم وحنا جانا دولة قبلة يا أهان واجب نوع أودي إن أنا رفر إنسان عاصمة هذه دولة قبلة أودي أن باهينه أمضت كي تلوي كي يدقموي كي أنجزينه أمضت كو أيق الحكم كودي أمضت كي حكم لها إنسان دولة أنا يا واجب نوع مرك أنت سائل أنا كنت شغال بحكم قدرنا خبرني أنت دمنا إن شاء الله تعالى وحنرجيني لأن الوضع مستلم هؤلاء كلو مهم كا أرنتي عن سلام نهاية وحقيقة بدأت حبني إذا كجب هايه لكن ما نبي حبين أن كون قبسوه كريم وحيت هاي أرنتا إلا أبورة إلى تقال نكي ماشي عن كهله دايل حوي عبد كريم وحن كعب عنها أبوه أبته أننا وابنه إلهين وابن يسوع اسمه جمع على ما هنا كل أنواع فهم وحكمه ذي ما ممكن الدكتور أبو طالع جربه يقرأنه ساس المفهوم وعارف أنا ليش هو دكتور يقرأن فرتمان اللي هبي له مثلاً هيك مركب كوارث وحبي بعنده هبي أدي نضمن أو لقى أبو رو لقى سمي مركب كوارث وحبي بعنده مركب لبعض وحبي بعنده تقالي مال جنتي رو سمي له هذا وحبي بعنده لكن وعارف مع ما هذا كور أن تقول لي إذا سبت حيبي أن كشاك أنا مري والسؤال اللي يقول لي أنت تكدر أي أنا بأنا بيش أن كشاك أيضا ما مايو إذا قصر بطبع أنا ما مايو إذا قصر بطبع أنا قضي بابا حالي إذا حجك أصبح أصبح أيو مركي قلب كيسي حمامة دي سي ورصي وربينه دقاقه قبر وطريا درف كتب كتبتي حقا سوي رجيت أبتي نقول سامي شو جستي وحكي أبو حكي هذا ترى رأضي إنه شو تبي سهيلوني قم وحمر وطر زمان الله يسدي جواب كذا لو سمحنا ما عندنا إيه عم حكي ومحمد سهلوني هذا أنا قال وحنسلي هاي هذا قلم هذا الشيء كقبل له أودك ليه قلم هذا الشيء أو قبل له أنت يدي شيء يبغوه إنه أنا لكن أنا قبطان أردت أن أروحيت هاي إن أن إيش أستقال عن أبوه إن شاء الله تعالى.
لكن waxaan rabaa in dhamaan reer galmudug meel ka sii joogan arinta ayada iyo wixii kale oo ku xeeran waxa ku xeeran waa garanaysaa waxa ku xeeran waxa ka mid ah amnigi waxa ka mid ah dhaqaale abuurkii wax badan ku xeeranay in gacan lagu sii hayo nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam nimba intuu yimid uu yiri ya rasuulullaahi waxaan rabaa jannada inaan macaalamo meesha jannada ka gasho inaan ka galaan rabaa rasuulka sidii jawaabkan looga sugayay wuxuu yidhi waayaan waxba kama qabo jannada meesha anaan ka galaa ka gelay laakiin hala shardiya ku xiran adiga nagaa shardina mufsida lagaa rabaa waxaa igu kaalmaysaa inuu faacinni bikathrati sujuud waxaad igu kaalmaysaa sujuud badan haddaad sujuud badan igu kaalmayso adigana jannada meeshaan ka galaa ka gelay waxaan ka wadaa insha allahu tacaala hamigeennaas iyo diisheennaas waa gaaraynaaye idinkuna hal shay igu kaalmeeya waxaad igu kaalmaysaa haa noqoto inay garab gashaan haddaan isku dayo inaan jabtarkaas hal maamaah aan ku soo qatin waxaa la yidhi dhallaanka maanta dhallaanka dhundhunkoosho waxuma tirta diishaa loo buuxiya ma maqashay ya maamaada ma maqashay dhallaanka waxaa la yidhi dhunkoosho waxuma tirtee diishaa loo buuxiya waxaan idinka rabaa galmudug waa taageersannahay iyo waa u sacbinaynaa iyo madaxweynaha maalintu yimaada xoogaa xafladeenaan u dhiganaayo intaa keliya naguma filna intaa ka badanaan rabnaa waxaan rabnaa deegaankii inaad timaadaan deegaankii inaad ka qayb qaadataan amnigii ka qayb qaadataan horumarkii ka qayb qaadataan dhaqaalaha iyo maalgelinta weyn oo reer galmudug ay ku leeyihiin magaaladan iyo dalkan iyo deegaanada kaleta iyo dalalka kale haddaan kulligood la soo wada weyciinano gudaha la keenayn in qayb ka mid ah ugu yaraan qayb ka mid ah dalkii iyo deegaankii lagu maalgeliyo maxaa yeelay maalgelintaasi shaqaa ku abuurmayso howlo badan iyo wax badan ayaa ku samaysmayo ku abuurmay intaa haddaan oga baxo wixii warbixin oo galmudug ah galmudug waxay kaloo ka shaqaynaysaa u taaganta sidii qarankii soomaaliyeed iyo qarannimadii soomaaliyeed dibudhiskiisa iyo horumarintiisa iyo dowlad wanaagkiisa loo xoojin lahaa horan loogu wadi lahaa waxaan dad yarteedaan joognay runtii aan si firfircoon uga qayb galnay oon isleeyahay galmudug inay ku tilmaaman tahay kana muuqatay shirarkii wadatashi ee ummadda soomaaliyeed ay yeelatay iyo kuwa ay yeelan doonto intaba insha allahu tacaala waxaan u taagannahay inta aan shirarkaas iyo talada soomaaliyeed aan ku jirno laba shayan u taaganna midda koowaad waxaan u taagannahay wax soomaali u roon oo dalka u roon oo qarannimada u roon inaan qayb ka qaadano inaan garab galno inaan maaragtay taageerno inaan wax ka abuurno waxna ka dhisno tan labaadna waxaan u taagannahay wax galmudug iyo masaalixdeeda iyo danaheeda ka shaqaynaayo inaan ayadana aan meeshaas ka xaqiijino marka marna soomaalinimaan u shaqaynaynaa marna waxaan u shaqaynaynaa galmudugnimo ayaan u shaqaynaynaa labadaba xil iyo waajib ayaan naga saaran insha allahu tacaala waxaan rabaa ugu dambeyntii inaan idila dardaarmo waxaan rabaa inaan kula dardaarmo jaaliyadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan jaaliyadda reer galmudug kow inaan horta midnimadiidii ilaalisaan inaan noqotaan dad mid ah dad walaala ah dad ul iyo diirkeed isku ah ay noqotaan in aanan degmo degmo iyo tuulo tuulo iyo beel beel aan dhexdiina lagu arag magaciinna iyo asaantiina ay noqoto soomaalinimo waxaa idinkaga hooseeya inay galmudugnimo laakiin waxa ka sii hooseeya inaysan jirin qodobka labaad oo kuu daarmi waxay tahay in wadaniyadda iyo wadan jaceylka aad xoojisaan qofka marka dalkiisii meel aan ahayn uu ku nool yahay waxaa la rabaa qofka gudaha ku nool inuu ka dal jecel badanyahay maxaa yeelay qofku wuxuu markuu waayo jeclaada soo ma dalkii hadda ma joogtaan meel qurbe ahad joogtaan inkastoo hadda kenya iyo maaragtay nairobi iyo soomaalida sidai u joogtay iyo sidaanu cambirna la fiiriyay qof qurbe jooga oo qofkaan la malaynayn laakiin haddana un dalkaagii rasmiga ahaa oo dalkii hooye aha maaha arrinta labaad oo idinka daarmay marka waa wadaniyadda iyo soomaalinimada inaan aad iyo aad u xoojisaan
أرنت سدحات وأنت دارني وحيتها أنا كقير قالتان ورسيفر في الحرم وقير قالتان دبو إسكا يهور مرينتا دلكا قال أحان قلم أنا كقير قالتان قلم قفك ستوري نجي لكبير وقبعان تاي مسكح دي سيقو بعان تاي تلد دي سيقو بعان تاي تسالي دي سيقو بعان تاي ديري قلم دي سيقو بعان تاي هايستيه ألو محا قلم كبير كتا واحد بدن وبدن أيار كبير كتا قلم واحد بدن وبدن أنا قلم وفرسان قولي هانا دلك سوماليا وفرسان